تشتغلين وياها او اللي تشتغل وياك؟ نعم. ابي اعرف. نعم. عدد الفرقه؟ اي نعم. وهل هم متفرغين معاك على طول؟ ابي اعرف نظام فرقه عوده المهنه. نعم. تفضلي. فهم معاي على طول. فهمت شلون؟ وكلهم كويتيين. ما اقل تدري بعد الكويتيين بعضهم شويه ما يتنزلون حق العده. الحين كل واحده حطت لها ثنتين ثلاثه راح تطق. احنا ودنا بالكويتيين بس فيها يعني اجانب شويه ما نقدر نطريهم. بس هذول بنات الخاله، هذول بنات خالتي، وهذول بناتنا من يوم بخانقهم عليهم وهم يشتغلون معانا. هاي واحده، وهذه من مخنقها على وجهها بنت بعدها وهم يشتغلون يوم زمان الله يرحمها سعاده. الى الحين الحمد لله ان شاء الله البقى ان شاء الله براسي وبراسهم وجميع المسلمين اتبعوني ان شاء الله الى يومك. وهذه البنت وهذه اخت بعد هم اصغر مني بعد يعني كبري. يا سلام ام سلطان ليل يومك هذا وياي. بس انا اقول لك ترى هم حريم، كل واحده راس مالها واحد، ما عليهم رسوم يعني كواديد، وكل واحده برقبتها عائله وبنات وعلى قولتهم وصل. واللي معانا بعد اجانب معانا اللي يسوي الحين فرقتي الكل بالكل يمكن 14 مع الاجانب. 14 نفر؟ إيه مع الاجانب. اي طال هذا وتعيش. انما ما لهم شغله غير الشغل. إيه بالعده. هم هذول ما لهم شغله، بس الاجانب اللي عندي لا، الفراشه فراشه واللي تشتغل تشتغل، بس هذول بناتنا لا. على الله وعلى هالطار هذا. يعتبرون اساسيات. اي نعم. نعم كويتيين اصل اولاده مالت ولاده. هذا بنات خالتي انا بنت الكويت، وهذا بنات الكويت من يوم بخانقهم عليهم. اول ما كانت عندنا اول واحده ينقال لها سعاده البريشي، واحنا كل ابونا لامتنا احنا وياها ونشتغل حضر الله وحضرها. يوم انتقلت الى رحمه الله احنا قضبنا العده، والعده اساس اهلنا بعد، مو مالت سعاده، مالت اهلنا بالاول المهنه، وما هالعده وهالطيران وهال. يعني ام بدر كم سنه؟ من يعني كم سنه المهنه؟ المهنه ماسكين شغل العده والطرق. لا انا ولا انت ولا اجدادك اختلقوا ذاك الوقت. البيت على السيف يم مسجد الخليفه. ايه هذا بيت المهنه. يعني اكثر من 50 سنه. واكثر بعد، من الله خلقهم ولاده الكويت. وفتحنا وشفنا اهلنا يرقعون بهالطار. وش الساعه تعرف بعد ماكو شيء. يعني ناس يروحون القوس، ناس يروحون السفر، ناس على قولتهم وما يطقوا العرايس، لكن خير وايد. الربويه صفره دشون فيها يبون فيها كل شغل وكل اشياء، وربونا ولبسونا ولا قصروا ويانا. يوم راحوا بعد تعرف قضبنا مهنتهم سلامتك وتعيش. وش كلام. اي نتمنى لك طولة العمر. الله يسلمك. والصحة. الله يطول عمرك. وان نشوفك اكثر واكثر ان شاء الله. مهما كنتي انت تمثلين جزء من فن الكويت. الله الاصيل ان شاء الله. يعطيك الصحة يا أم بدر. وياك وجميع المسلمين، وعز إن شاء الله حكامنا ورايتهم حضرها وشعب الكويت.